أغرب مجموعة المنتخب البلجيكي واللقاءات التي ستدور غدا بحول الله بين منتخب سلوفاكيا ورومانيا ومنتخب أوكرانيا أمام بلجيكا. يعني الآن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم متخوف جدا من مباراة سلوفاكيا رومانيا. لماذا؟ لأن نتيجة التعادل بين هذين المنتخبين ستؤهلهما معا إلى الدور الثاني، سواء أحدهما في المركز الأول وأحدهما في المركز الثاني، سواء أحدهما في المركز الثاني وأحدهما كصاحب أفضل مركز ثالث. طبعا إذا انتصرت بلجيكا على أوكرانيا أو العكس حدث، أوكرانيا انتصرت على بلجيكا، التعادل بين بلجيكا وأوكرانيا يتأهلوا أيضا. اسمع السؤال. قال لك في حال تعادل بلجيكا مع أوكرانيا هل تتأهل رومانيا وسلوفاكيا؟ قلت له نعم. شوف نتيجة تعادل فوزي، نتيجة تعادل بين رومانيا وسلوفاكيا تؤهلهما معا إلى الدور الثاني. مازال ما نعرفوش فقط وش من المركز، لكن 100% سيتأهلان إلى الدور الثاني. الآن الاتحاد الأوروبي متخوف من هذه المباراة، يتخوف من إعادة تكرار سيناريو 82 قاسي السعيد عندما تآمرت ألمانيا والنمسا على الجزائر وتم تغيير القانون بإجراء المباريات الثالثة في نفس التوقيت. أن الاتحاد الأوروبي متخوف اليوم على كل المواقع، خوف وهلع في الاتحاد الأوروبي من ترتيب هذه المباراة اليوم نفس التوقيت. ما يعني حتى شيء محمد، كاين اليوم الهاتف يعني تقريبا في الهاتف تشوف المقابلة مباشرة، ولكن من الصعب باش يخدموا المقابلة، ولو يحبوا يخدموا المقابلة تشوف المقابلة فيها روح قتالية واندفاع بدني وكل شيء، وهيام في بعض الأحيان تكون مرتبة. صحيح، ما يغامروش في الهجوم، 0-0 تكفيهم. لا ما يغامروش في الهجوم، لا لازم تلعب محمد، لازم تلعب لكن ما تغامرش في الهجوم. ومن بعد هل كاين قانون، هل كاين قانون اللي راح يعاقبهم لما تشوف المقابلة؟ يعني تشك عندك شك، ما كاينش قانون يعاقب. ما كاينش، ما فيش قانون. قلت لك الاتحاد الأوروبي متخوف اليوم، يقدروا يرتبوا المباراة بطريقة عادية ولا قانون يقدر يعاقبهم. في 2004 مجموعة الدنمارك السويد لو تسألهم أمين اسمح لي لو تسمح لي سعودي لك، لو تسألهم اليوم تقول لهم تعادل وتأهلوا الاثنين، يقول لك لا، يقول لك لا. يرفض التأهل، يقول لك نروح نغامر نهاجم وبعدين نتلقى هدف ونخرج بلا ما يتكلم، يقول لك انا معليش انا تعادل وتأهل. كل واحد يحادر على المنطقه دياله ومن حقهم. محمد في 2004 انا ضد اخلاقيه اللعبه، انا مطالب بالتأهل. لو كان نهاجم نتلقى هدف ما نهاجمش خويا العزيز، ما نهاجمش. أنا كي شوف أنا سمعت وأنت تستناني، ما عندها حتى علاقة أخلاقية. خلي الكرة في وسط الميدان، أنا خايف منك وأنت خايف مني. عادي. في 2004 كانت فيه مجموعة ثانية على أعتقد، كان فيه إيطاليا، بلغاريا، السويد والدنمارك. نعم. آخر مباراة لكي تتأهل السويد، الدنمارك والسويد كان يجب أن تنتهي المباراة ب2-2، ومهما فازت إيطاليا على بلغاريا فلن تتأهل. سجل كانوا متعادلين هدف مقابل هدف، سجل كاسانو الهدف الثاني لإيطاليا، فرحة عارمة لإيطاليا. لكن في مقعد البدلاء وصلهم خبر بأن المباراة الأخرى تم تعديل النتيجة فيها، خلاص 2-2 تأهل السويد والدنمارك وأقصيت إيطاليا من الدور الأول. أصلاً جيران ميدو. وكان في حديث كبير على التواطؤ وكل شيء، لكن مرت مرور الكرام. كنت قادم وقلت حكم اليوم. هل تتوقعون لا أقول يتآمر أو هل تتوقعون نهاية هذه المباراة بالتعادل؟ لأنه إذا انتهت بالتعادل الشكوك ستحوم حول هذه المواجهة. ميدو. نعم، كلتا المباراتين ستنتهي ربما بالتعادل. أنا محمد كاين منطق، لماذا تريد ندخل معاك في معركة باش نأهل هذاك ولا التعادل يكفيني؟ يعني ما راكش تلوم النمسا لما تآمروا عليكم 2-8؟ لا ماشي كيف، ماشي كيف، لا. أنا أظن باللي تقدر يكون تعادل، ولكن على بالي بالمقابلات كما البلجيكا والاخرين يلعبوا افون، باسكو لازم واحد فيهم يفوز. خلينا بلجيكا نتحدث على سلوفاكيا. اظن المقابله تكون مقابله كما اقول لك تعادل فوسي. لا اظن باللي تقدر تكون تعادل، دوك حنا رانا نهضروا بصح يقدر اي فريق منتخب يفوز. امين.
عادي تعادل تعادل عادي تعادل اسمع طيورتو زقزيق لو كانت عادلو كنا الجزائر كانت تمشي نعم هدف مقابل سيف نعم تعادل طيورتو زقزيق السماء زرقاء والشمس والنسيم والنسيم العالي بعيدا عن سوء الظن وعن نظرية المؤامرة بين سلوفاكيا ورومانيا أنا أرشح رومانيا يعني لو تلعب المباراة رومانيا ستفوز على سلوفاكيا ليس كذلك سلوفاكيا في أول مباراة ضد بلجيكا فاجأت الجميع وبعدها فرقت لاعبيها وبعدها خذلت الجميع زيد كمل وبعدها خذلت الجميع هدية مباريات لا تتشابه لكن رومانيا بعدها خسر أمام منتخب كرواتيا أمام منتخب أوكرانيا اليوم عنده موعد مع منتخب رومانيا رومانيا شوف لو تنتهي المباراتين بتعادل ستتأهل رومانيا في المركز الأول بلجيكا في المركز الثاني وسلوفاكيا أفضل ثالث ولو كانت تفوز بلجيكا عادي بأربع نقاط لو تفوز بلجيكا تأهل في المركز الأول ورومانيا ثانية وسلوفينيا ثالثة لذلك المنتخب السلوفيني الفوز فقط على رومانيا من سيؤهله نعم. ربما في الصدارة اسمح لي ميدو الوقت يداهمنا أعطينا تشكيلة محتملة للمنتخب البلجيكي الذي سيواجه أوكرانيا مطالب بالفوز من أجل ضمان المركز الأول هكذا ستلعب بلجيكا تفضل ميدو تغييرات العودة إلى خطة 3-4-2-1 اللي كان لعب بها تقريبا المباراة الأولى فيرتونغان فايسو تيات اللي عاد من الإصابة لعب مباراة الماضية ظهير أيسر فيرتونغان 37 سنة هنا سيتم الاعتماد على دوكو كومبيستون غوش يعني يأخذ الرواق كامل مثل ما كان يفعل كاسانو ليس كاسانو مثل ما كان يفعل أمين لعب البلجيكي لعب سابق لأتلتيكو مدريد كاراسكو الجاليوس راه كاستان بيستون دروا تيرمانس وأونانا قدموا مباراة ممتازة أمام منتخب روما أمام منتخب الروماني في الجولة الثانية تروسارد سيعود للتشكيلة الأساسية رغم سوء أدائه في المباراة الأولى المباراة الثانية أيضا لما دخل كاحتياطي دي بروين غني على التعريف وهدف اليورو بتسللات لوكاكو في قلب هجوم يغضني لوكاكو لأنه يفعل كل شيء لا أكانجي سويسرا يفعل كل شيء لوكاكو يضغط يلعب يسجل وضعيات تسللة غالب ما هوش موفق لحد الآن في هذه الدورة ضيع الكثير من الأهداف لكن يبقى دائما ينال ثقة المدرب ويلعب كأساسي لأنه يقوم بعمل كبير فوق أرضية الميدان نعم. والله يبارك يعني مع الكتلة الجسدية اللي عنده نعم في المجموعة الأخيرة والسادسة المنتخب البرتغالي طبعا يتصدر المجموعة سيواجه جورجيا المدرب قد يريح الكثير من اللاعبين بينما تركيا ستواجه جمهورية التشيك الآن بطاقة التأهل ما زالت في المزاد يمكن أن يتأهل صاحب أحسن مركز ثالث من هذه المجموعة أيضا أعطينا تشكيل المحتمل للمنتخب البرتغالي الذي سيواجه جورجيا وهو متصدر جدول الترتيب بست نقاط طبعا تركيا عنده ثلاث نقاط وجمهورية تشيك مع جورجيا عندهم نقطة واحدة فقط تفضل أمين تشكيلة شوف